أتحدث في هذه العجالة عن دور الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية ودورها بصفة خاصة في منطقة المدينة المنورة الذي تحظى فيه الجمعيات بصفة عامة على اهتمام كبير ومتنامي مواكبة لتطلعات الدولة الفتية مع الرؤية الشاملة لها في عام 2030 ونحن نسابق الزمن على أن يبرز دور الجمعية في تنمية المجتمع ومواكبة هذه التطلعات في عام قريب إن شاء الله. دور الجمعيات بصفة عامة في المملكة العربية السعودية وبصفة خاصة في المدينة المنورة رعاية المواهب الثقافية والفنية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على مستوى دولي ثم على مستوى داخلي بمنطقة المدينة المنورة والتي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان حفظه الله. دور الجمعية في المدينة المنورة هي رعاية المواهب الثقافية والفنية في مختلف المجالات، في النشاط المسرحي، في النشاط الثقافي، في النشاط الفني والتراث والفنون الشعبية، في نشاط الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والرقمي، وفي المنتدى الثقافي الذي نقوم به بدور بارز تعاونا مع الأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية لإبراز هذا الدور الثقافي والفني مع مواكبة للرؤية الشاملة للمملكة العربية السعودية لعام 2030. تقوم الجمعية بعمل دورات وأنشطة ومعارض فنية مختصة بمنطقة المدينة المنورة وفنانين منطقة المدينة المنورة، وبتستضيف كذلك فنانين من بقية المدن اللي موجودة، زي مثلا كان عندنا في السنة الماضية استضافة لفنانين منطقة مكة المكرمة وحضورهم في المدينة وإقامة معرض خاص بهم وبأعمالهم الفنية ما بين خط عربي وفن تشكيلي. كان عندنا مشاركات دولية ومبادرة إن نحن نكون متواجدين على الساحة الدولية في دبي، في شرم الشيخ، في باريس. غير كده نحن في فرع الجمعية بنحاول من خلال القاعات اللي موجودة عندنا في الجمعية تقديم الدورات، تقديم الورش الفنية في مجال الفن التشكيلي والخط العربي في فن الأطفال. غير كده كنا كمان في شراكات تم توقيعها مع الجمعية من خلال جاليريهات زي إبداع جاليري، واللي كان بيحرص على برضو تقديم ورش متخصصة للأطفال وتنمية الناحية التشكيلية الفنية اللي موجودة عند الأطفال من خلال الورش اللي بيقدموها في أكثر من مجال في فن الطفل. كرست جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة جهدها بالقيام بالعديد من الأنشطة في مجالات الفنون بشتى أشكالها، ونال الخط العربي اهتمام خاص كونه أحد أهم الفنون الإسلامية، وشهدت الفترة الماضية تقديم العديد من الدورات والورش التدريبية لجميع الفئات العمرية لرفع الوعي بأهمية الخط العربي. ونسعى بإذن الله الفترة القادمة من خلال جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة بتكريس الجهود في نشر ثقافة فن الخط العربي بين فئات المجتمع المدني لكسب العديد من المواهب في هذا الفن الإسلامي العريق. مارست المسرح من خلال المدارس، ولم أجد ذاك المكان اللي احتضني أنا كمسرحي إلا جمعية الثقافة والفنون. للأمانة أول ما دخلتها استفدت من تجارب الأساتذة اللي كانوا موجودين فيها من مخرجين ومشرفين، أتعلمت المسرح، أصبحت الجمعية مكان يحتضنني، مكان أمارس فيه مسرحي، مكان ورشة أمارس فيها جميع اللعب المسرحي، أتعلمت فيها الكثير، جربت فيها الكثير. جمعية الثقافة والفنون فتحت لي أفق أوسع إني أنا أشارك في مهرجانات دولية ومهرجانات محلية. لا تمسكني بهذه الطريقة، مجيئه مهم وأنا جهزت الأرض لعبوره، سيمر غصبا عنك، لن يمر هذا الملعون من هنا وسأضع جسدي فداء لذلك. لكنك لا تعلم أن الشيطان أشرف من وجه جاري الذي أحرق أرضه بالنار ولم تقل له شيئا. كل شخص حر فيما يملك،